الفراولة والورد لأول مرة في الضفة الغربية، منتج فلسطيني بجودة عالية. نحن في الإغاثة الزراعية وبالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية المهندسين الزراعيين العرب والجمعيات التعاونية وبتمويل من الممثلية الهولندية، نعمل على رفع كفاءة المزارعين الفلسطينيين بضمان تطبيق المعايير الزراعية الدولية السليمة وتخفيض استعمال المبيدات الكيماوية حفاظاً على المزارع والبيئة والمحصول. مصائد لونية وفرمونية، إحكام الدفيئة بباب مزدوج، لباس معقم، تسجيل كل الخطوات لمراجعتها وقطف المحصول حتى لا تكاد تلمسه أي يد. نحرص على صحة المستهلكين بفحص الماء والتربة والنبات والثمار وبتوصيل الأصناف الصحية المدرجة والمغلفة والمبردة لمراكز البيع. يستفيد من تدريبنا وخبرة مهندسين 600 مزارع في 21 جمعية تعاونية في الضفة الغربية وقطاع غزة.